ازيكم؟ عايز اسألكوا سؤال. لو حد فيكم حد في الفصل بيضايقه على طول، والحد ده في يوم كان زعلان، هتحب تساعده ولا هتكون من جوه قلبك مبسوط ان هو زعلان؟ في القصة بتاعت النهاردة الرب يسوع هيعلمنا حاجة هتخلينا نعرف نتصرف كويس قوي في المواقف اللي زي كده. الرب يسوع كان بيحب يقول لنا قصص علشان يعلمنا حاجات تساعدنا نعيش زي أولاده الصغيرين، والحاجات دي لما بنعملها دايما بنلاقي قلبنا فرحان ومستريح ومزقطط. والحكاية اللي يسوع حكاها النهاردة هي حكاية راجل طيب. مرة كان في واحد مسافر بلد اسمها أريحة، طلع عليه ناس وحشين حرامية، ضربوه وقعوه في الأرض وأخدوا كل الفلوس والحاجات اللي كانت معاه، وفضل الراجل على الأرض مش قادر يقف ومش قادر يمشي، مش عارف يتحرك خالص. وهو واقع على الأرض عدى عليه واحد كاهن، شافه وبص عليه شوية وقال وبعدين كمل مشي. بعدين عد عليه واحد تاني، اول لما بص عليه قال ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي عمل فيك كده؟ وبعدين مشي وكمل في طريقه للمكان اللي رايح. بعد شوية جه راجل عايش في بلد اسمها السامرة وهو من هناك، فبيقولوا عليه سامري. وهو ماشي شاف الراجل على الأرض، بص عليه، راح بسرعة موقف الحمار بتاعه ونزل نظف وشه ونظف مكان التعويرة بتاعته ولبسه لبس نظيف وشاله وحطه على الحمار بتاعه، وفضل هو ماشي على رجليه ووصله الفندق ودفع فلوس لصاحب الفندق علشان دايما ياخد باله منه، وقال له لو احتجت اي فلوس زيادة انا هدي لك كل اللي انت عايزه، بس يخلي بالك منه من فضلك. بعد ما الرب يسوع خلص الحكاية سأل الناس اللي كانوا قاعدين، تفتكروا مين من التلاتة دول نقول عليه قريبه؟ راح واحد من اللي قاعدين قال له اللي ساعده وعمل خير. الرب يسوع قال لهم روح انت كمان ساعد الناس المحتاجة، خليك زي السمير الطيب واعمل خير، وفي كل مرة هتعمل كده ربنا هيكون مبسوط منك، وانت كمان هتحس انك فرحان قوي انك ساعدت الناس. تصبح على خير. Thank you.